السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة وورلد، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. والنهاردة جايب لكم عرض مهم جدا، أو هي ثغرة، مش عارف هي ثغرة ولا عرض أورنج عاملاه. بس ملخص العرض إن أنت بتدفع مبلغ قليل زي مثلا 50 قرش أو جنيه، وبيديلك بال5000 وحدة لمدة يوم، او بال20,000 وحدة، يعني 20 جيجا و5 جيجا انترنت هدية من اورنج. زي ما اتكلمنا قبل كده عن عروض شباك 012 شباك، والعروض اللي بتجيلك اللي بتعملها اورنج، وكان اسمها قبل كده عرض الجدعان. المهم عشان ما اطولش عليكم، ان الشباك بتطلب انت حضرتك شباك 012 شباك، والعروض دي بتختلف من عميل لاخر. بس انت بتنزل في القايمة وبتدور بعد رقم 3 كده، هيجيلك حاجة غريبة، هيجيلك 300 وحدة بنص جنيه. حضرتك لما بتختار ال 300 وحدة بنص جنيه، ما بيجيلكش 300 وحدة، ولكن بيجيلك 30,000 وحدة، يعني بتعمل 30 جيجا لمدة يوم. انا طبعا اشتركت اول اليوم، بس هجرب النهارده اشترك تاني او الوقت معاكو تاني، ونشوف هيجيلنا العرض. قال لي انت مشترك بالفعل، بس هوريكم حاجة غريبة انا لاحظتها امبارح. اما انا اشتركت، انا كنت عايز وحدات 300 وحدة، دول جالي معاك 30,000 وحدة وخصموا مني 50 قرش. وفعلا لما بخش على النت بتنزل براحتك، يعني انت عندك الشبكة كويسة هتستمتع بالنت، وهتستمتع تنزل اللي انت عايزه، افلام وتتفرج وتتابع. مش عارف دي ثغرة ولا هم عاملينها عشان الناس قاعدة في البيت، وعشان الناس يسهل عليها شوية القعدة في البيت، وعشان الظروف اللي بتمر فيها البلد. اتمنى ان انتم تجربوا الثغرة ديت او العرض دوت، وتستفيدوا في اليوم ب30,000 وحدة و5,000 وحدة و20,000 وحدة. تستفيد بكميات كبيرة جدا من الهدايا وبمبالغ قليلة حقيقة. لو ديت اورنج عاملاها عشان تساعد الناس وهي قاعدة في البيت، عشان الحظر، وعشان نقلل من مرض كورونا، فبجد شابوه اورنج. والناس تجرب ويقولوا في التعليقات تحت هم صح جالهم الوحدات ولا ما جاتش. برضو هوريلكم عشان تصدقهم، لان ممكن الناس تشكك في الفيديو وتقولك ان مفيش الكلام دوت. انا لو عملت اللي هو الكود ان انت بتطلبه عشان تعرف باقة الانترنت ما عندك قد ايه، بعمل شباك 136 شباك قدامكم اهوت. وزي ما قلت لكم انا النهاردة نازل لي عندي 2500 ميجا صالحة، بس مشكلتها ان هي النهاردة بس المفروض اخلصها، بس مشكلة انا عندي الشبكة. وكمان 31,976 ميجا، يعني حوالي 30 جيجا. ممكن حضرتك لو انت عايز تنزل افلام، عايز تنزل اي حاجة، عايز تتابع الاخبار، لو عندك USB واي فاي ممكن تحط فيه الخط بتاع اورنج وتشغل كذا خط عليها، كذا موبايل عليها، ممكن تستفيد في اليوم دوت وتنزل اللي انت عايزه. صراحة شكرا اورنج. وبرضو بنصحكم وبنصح نفسي ان احنا نقعد في البيت ونقلل على قد ما نقدر الاختلاط، ولو قدرنا، يعني لو كان لازم ننزل، فنحن برضو نخلي اللي هي الفترة المسافة الآمنة بيننا وبين الآخرين، ونحاول ناخد بالنا ونغسل إيدينا، وربنا يزيح الغمة. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شعبان، وربنا يبلغنا رمضان من غير أي وباء أو ابتلاء أو فقدان أي عزيز. وإن شاء الله أجيب لكم فيديوهات جديدة إن شاء الله، وربنا يحفظكم ويحفظ مصر إن شاء الله، ويشفي كل مريض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.